ولا لا يا أبو صالح؟ بلى والله، القرآن القرآن عظيم يا أخواني، ولما يعظ هالقرآن ليس له واعظ، لا دنيا ولا آخرة. القرآن هو ربيع القلوب، هو حياة الإنسان، حياة المؤمن. أما الإنسان اللي يضيع نفسه مع النواعق والشائعات والبلاوي اللي ما يستفاد منها، بعض الناس يا أخي يمكن يجلس بالمجلس ما يعين خير، يمكن يشيل عذر ولا ما ولا يفلس ما يجيب شيء، لكن كن مع الله يكون معك، واحفظ الله يحفظك، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم وارزاقه والخير كثير، لكن شديد العقاب على من عصاه. ويلك يا العاصي، لكن تغانم نفسك ما دام انك تقدر بالدنيا، ما دام انك مثلا بالرياض مثلا الايام الخاليه، هذه الايام الخاليه الانسان يستفيد منها ويكسب ويعين خير. اما انه بيضيع نفسه مثلا بحوائج مثلا ما يستفيد منها، ولكن يا اخواني الامر ترى خطير، يضيع الانسان نفسه. هذول بعض الشباب هداهم الله، يقول حنا نروح ونقطع الفراغ ونعبي الفراغ، حنا عندنا فراغ اذا ما تعبيه. طيب يا اخي حنا ما وجدنا الفراغ اللي تقول، والله ما وجدنا، خلها يا اخي في ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يا اخواني تراه هو ربيع القلوب، وتراها السعاده عليك وعلى والديك وعلى جميع من تعول وجميع من تمنى وللمسلمين عامه. لقيت اللهم اغفر لي وجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين، كل مسلم لك عليها اجر. وفي يا اخواني ميزان الحسنات، الانسان ما يخسر، لكن اعمل مثل ما قلت يا ما شاء الله يا اخينا بالله، الله يجزاك خير يا ابو ثامر، القاك طيب وهذا الصحيح. اذا انك مثلا ما تكون مع الخير وتستعد الى الخير وتجعل النيه صالحه، اذا العقيده والنيه سليمه تراك ان شاء الله انك سلمت وفي خير وسعاده. اما انك تضيع نفسك يا اخي مثل البهيمه اللي تروح، ترى البهيمه تراها تحاسب يوم القيامه، وتراه يؤخذ حق القي، يؤخذ حق الجمه من ام قرون مثلا، يقول كوني ترابه بعد ذلك، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابه مثل هذه البهيمه. لكن هيهات، عمل بالدنيا والآخرة هذه على ما كسبت. فالإنسان يستعد ويستقيم ويفلح ويعين خير، يخلي ما يفوت على ساعة إلا يعمل فيها عمل خير. يقول لك جاء واحد وقال يا ولد وقفها بسألك، قال يا أخي امسك الشمس لا تمشين إلا بسعادة وفي عمل صالح. قال من يمسك الشمس؟ قال أجل دع سبيلي ورح بسبيلك وأنا بسبيلي. فالإنسان يتزود، فإن خير الزاد التقوى. سلامة الجميع يا أخواني، ونرحب ضيفنا ما شاء الله وأخواننا كل أبوهم، أنتم سالمين غانمين. سلمت ودمت يا أبو صالح.